طيب عندنا هنا الليمون بتاعنا طبعا مغسول كويس جدا. انا بحب دايما اسيب شويه قشره في الليمون. طيب هنقطع الليمونه بتاعتنا وهناخدها نحطها في هذا الشيء وهنحط معاها شويه سكر. ايوه. وهنحط معاها الميه. الوصفه دي تقضي كوبايتين ونص تقريبا. هضيف انا هضيف شويه ميه كمان بس. هنروح نجيب كوباياتنا. يا سلام يا غادة، يا سلام يا غادة لما غادة تتفنن. حبيبتي يلا. طيب ده الجرينادين. ودلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد ال الليموناتا بتاعتنا. هاتي الليموناتا وهنصفيها. طيب يلا هنحط دلوقتي الجرينادين. اي شوف بتاعنا هنا كده. لا 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 غير شكل. سلام. هناخد بقى دلوقتي الليمونادا بتاعتنا ونحط بقى كده هنا. عصير الليمونادا الوردي، نحن بحاجه لليمونه كبيره، ربع كوب سكر، بدنا كوبين من المي وربع كوب من الجرينادين.